البداية من السراي، حيث التقى الإبراهيمي رئيس الحكومة قبل بعض الوقت، وكانت كلمة للمبعوث الدولي. تنضم إلينا من هناك الزميلة دونيز رحمي فخري. دونيز، هل أطلعتنا على تفاصيل هذه الزيارة؟ نعم شاكر. بالفعل مبعوث الأممي والعربي الأخضر الإبراهيمي لا يزال في السراي الكبير، وهو يلبي دعوة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي إلى مأدبة الغداء. وطبعا كان سبق مأدبة الغداء لقاء ثنائي بين المبعوث الأممي العربي ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي، تناول بشكل أساسي الأزمة السورية. ولعل الجملة التي اختصر بها الإبراهيمي الأزمة السورية تلخص فعلا الوضع القائم، حيث أكد أنه لا يمكن أن تبقى هذه الأزمة إلى الأبد، إما أن تعالج وإلا فستتوسع وتأكل الأخضر واليابس. وطبعا بإشارة إلى أن هذه الأزمة ستتوسع إذا لم تضبط إلى خارج الحدود، وتحديدا إلى الدول المعنية وعلى الحدود الواقعة على الحدود مع سوريا. الإبراهيمي وضع زيارته إلى لبنان في إطار زيارة الدول التي تتأثر بما يجري في سوريا والتي تؤثر أيضا فيما يجري هناك. هو نقل عن المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم طبعا رئيس الجمهورية ورئيس نبيه بري ورئيس الحكومة، نقل عنهم مخاوفهم من الوضع في سوريا، وهو أكد أنه يعمل حاليا على تأمين نجاح الهدنة في مناسبة عيد الأضحى، وأنه سمع من كل من التقاهم في المعارضة تأكيدهم بأنه إذا كانت الحكومة السورية ستوقف استعمال القوة فإن المعارضة ستتجاوب مع مطلب الهدنة. إذن يعني الوضع الحالي هو الانتظار والعمل مع الحكومة السورية لتأمين مقومات نجاح الهدنة. الأمين العام للأمم المتحدة المسؤول الأممي ذكر بكلام الأمين العام للأمم المتحدة بمطالبته كل الدول أن توقف تزويد السلاح لكل الأطراف في سوريا من دون أن يحدد هذه الدول. عندما سألنا الإبراهيمي شانتال عما إذا كان لديه معلومات عن تهريب سلاح من لبنان وعن مشاركة عناصر من حزب الله في الأزمة السورية، أكد أن أحدا لم يتحدث معه بهاتين النقطتين. أيضا أود أن أشير إلى أن رئيس الحكومة وبحسب البيان الرسمي الذي صدر عن مكتبه الإعلامي أكد تمنى للموفد الرسمي الأممي أن تثمر الجهود المبذولة لوقف العنف الدائر في سوريا، وأبدى استعداد لبنان لدعم مهمته في العمل على إنهاء النزاع. وجدد موقف لبنان من سياسة النائب النفس محددا ثلاثة اعتبارات لالتزام لبنان بسياسة النائب النفس، هي الانقسام اللبناني الداخلي في مقاربة الموضوع السوري، الاعتبارات التاريخية والجغرافية والاقتصادية بين لبنان وسوريا، وعلاقة لبنان بالعالم العربي خصوصا. وأيضا يبدو أن رئيس الحكومة بحسب مكتبه الرسمي قد طلب من الموفد الأممي مؤازرة أكبر من الدول العربية والأجنبية والمنظمات الإنسانية في موضوع قضية النازحين الذين يتوافدون إلى لبنان والذي عددهم بدأ يرتفع، لأن لبنان بحسب الرئيس ميقاتي غير قادر بمفرده على تحمل المزيد من الأعباء. إذن هذا كل شيء من السراي، نستمع إلى أبرز ما قاله المسؤول الأممي من السراي الكبير. نعم دونيز. عيد الأضحى على الأبواب، ولو بادرت الحكومة بإعلان وقف لإطلاق النار أو هدنة أثناء أيام العيد، نحن سمعنا من كل الناس اللي قابلناهم من المعارضة، كل واحد قابلناه قال لنا أنه إذا كان الحكومة وقفت استعمال القوة فنحن سنتجاوب مع ذلك تجاوب مباشر. فنأمل إن شاء الله على أنه تكون هذه خطوة صغيرة جدا توفر على الشعب السوري ما هو جاري الآن، وهو أنه الناس تدفن 100 إنسان كل يوم. فإذا كان يعني قل عدد اللي يدفنوا في أيام العيد، لعله هذا يكون بداية أن سوريا ترجع من الوضع الخطير. أمين العام للأمم المتحدة أيضا
طالب كل الدول التي تزود الأطراف المختلفة في سوريا بالسلاح أنها تتوقف عن ذلك. الإبراهيمي كان التقى فور وصوله رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب. في إطار زيارة تستمر بضع ساعات، وصل إلى بيروت الممثل الخاص المشترك للأمم المتحدة وجامعة الدول العربية في سوريا الأخضر الإبراهيمي آتيا من القاهرة على متن طائرة خاصة بغية لقاء رئيس الجمهورية العماد ميشيل سليمان ورئيسي مجلسي النواب والوزراء. الإبراهيمي الذي توجه فور وصوله إلى القصر الرئاسي في بعبدة من دون الإدلاء بأي تصريح، أمل مستشاره أحمد فوزي تحقيق ما يفيد الشعب السوري، أي وقف إطلاق النار ووقف النزيف بأسرع ما يمكن. الإبراهيمي عقد اجتماعا مع رئيس الجمهورية، ومن ثم عقد اجتماعا موسعا شارك فيه مسؤولون لبنانيون وأعضاء الوفد المرافق للإبراهيمي، قبل أن يتوجه إلى عين التيني حيث التقى رئيس مجلس النواب نبيه بري.